احتياجات النمو السكاني، رغم أن النمو السكاني في آخر سنتين شهد انخفاض في معدل النمو السكاني، إلا أن عايزة أقول أرقام يمكن تبقى في الذاكرة. إيه العبء اللي على الدولة سنويا من وجود نمو سكاني بهذا العدد؟ علشان أتكلم، لو أنا قلت أنا عندي 2 مليون نسمة هتزيد سنويا، وهي الحقيقة ممكن يكون أكتر من كده، أنا هتحمل إيه كدولة؟ أولا أنا علشان 2 مليون دول أنا لازم أبني لهم 40 مستشفى، تكلفة المستشفى 100 سرير حوالي 1 مليار جنيه بسعر النهاردة. علشان أخدم 2 مليون لازم أعمل 15 مركز صحي بتكلفة 25 مليون جنيه المركز. عشان أخدمهم لازم أعمل 50 وحدة صحية تكلفة الوحدة 15 مليون جنيه. عشان أخدمهم لازم أجيب 80 عربية إسعاف، العربية بتتجاوز 1.5 مليون أو 2 مليون. عشان أخدمهم لازم أزود على الزيادة العادية 4000 طبيب و 40000 ممرضة سنويا فقط لخدمة 2 مليون. عشان أعمل كل ده وعلشان أقدم للطفل أول ما يتولد الخدمات الصحية من أول التطعيمات والألبان والمسح الوراثي وكل الاحتياجات الأساسية للطفل، أنا بتكلف في الخدمات دي بس 13 مليار جنيه للاتنين مليون طفل مولود، وعلى مدى حياته لازم أكون وفرت ده. يعني لازم قصاد كل 2 مليون نسمة تزيد أشتغل على إن أنا أعمل إنشاءات وخدمات ب 54.5 مليار جنيه، غير تطوير الخدمة الحالية وخدمة المواطنين الحالية. الحقيقة العبء الاقتصادي على الأسرة وعلى الدولة من زيادة النمو السكاني لازم، يعني ده مش شغل بس وزارة الصحة. الحقيقة احنا أتحنا بقرار وزير الصحة كل وسائل تنظيم الأسرة مجانا، عملنا وبنشتغل دلوقتي على ميكنة وسائل تنظيم الأسرة وربط مبادرة صحة المرأة بتنظيم الأسرة وتداخلات الوزارات والهيئات في برنامج تكافل وكرامة وغيره. ويبقى على المواطن المصري إن هو علشان يجني كأسرة نمو يعني ثمار هذا التطوير الكبير في تاريخ مصر اللي بتشهده مصر، لازم هو كمان يكون عليه نوع من الالتزام.